يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين، أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول بعض المأمومين بلى، وبعضهم يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، فهل هذا صحيح؟ بالنسبة لآخر سورة القيامة، نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول بلى وهو على كل شيء قدير، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول بلى وهو على كل شيء قدير. أما بعد سورة التين فهذا لم يرد ولا يقال. نعم. أو يقول بعد القيامة يقول سبحانك اللهم فبلى، هذا هو الوارد. نعم.